تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران صبيحة اليوم على الساعة 9:30 صباحا لأجل الحادث تمثل في انقلاب قارب كان يحمل مهاجرين غير شرعيين. الحادث كان على بعد 5 أميال من شاطئ كاب فالكون دائرة بلدية عين ترك. تم إنقاذ 8 ضحايا من موت محقق تتراوح أعمارهم بين 24 و 29 سنة. كما سجلنا 3 حالات وفاة. مدير الحماية المدنية لولاية وهران بتدعيم منطقة البحث بوسائل مادية وبشرية أخرى تمثلت في 25 غطاس قادمين من مختلف الولايات المجاورة.